نتعرف على حضرتك. حنان فايز. كنت في المسيرة. أنا حنان فايز تبع اتحاد شباب مسبيرو، من أول مرة في مسبيرو من ساعة كنيسة أطفيح. المظاهرة الأخيرة يوم المظاهرة الأخيرة كنت فيها طبعا. طب احكي لي اللي حصل. اللي حصل بالظبط، احنا مشينا عادي المسيرة ماشي، اتضربنا بالطوب تحت النفق في أول شبرا طبعا من ناس مسلمين، يعني أو مش هسميهم مسلمين، هسميهم شياطين، ده أولا لأن المسلمين غير كده. فالمهم شبابنا المحترم طلع عشان يحمينا، طلع على الكوبري فوق كده وحمانا. البلطجية دول جريوا، مشينا المسيرة زي الفل وكويس، وصلنا لحد الهيلتون كويس، بس دوبك عدينا الهيلتون وصلنا العمارة اللي بعد الهيلتون سمعنا ضرب نار. كنا لسه برضو ماشيين، انا علشان خاطر تعبت شوية فطلعت في العربية الحمراء اللي هي فيها السماعات مع ابونا ميخائيل بس. فالمهم وصلنا لحد العمارة اللي سمعنا ضرب نار، فابونا هدينا وقال يا جماعة ما تخافوش، ده ضرب النار ده ايه في شنك. فكملنا ماشي بالعربية، وصلنا كنا لسه ما وصلناش المبنى بتاع مسبير، وصلنا العمارة اللي قبل مسبيره على طول. شفت بقى انا بعيني ماشي، وانا مش بنكذب ولا بنفتري، علشان الحمد لله اللي صورناه وصورته بموبايلي الشخصي معايا وحطيناه على النت. الاول كان فيه يجي 4 دبابات في الشارع اللي رايح كده تمام، رايح على التحرير. بعد كده في العساكر في بتوع الجيش طلعوا على الدبابة بيضربوا. بعد كده شوية يجي 4 5 كده نزلوا بعصاية طويلة قوي سودة، أول مرة أشوفها إن أنا وقفت أتفرج تمام. بس فكان في وهم بيضربوا بالرصاص كان في شوية عيال جنب الدبابات، بس أنا معرفش دول مين لأن إحنا كنا لسه ما وصلناش. لابسين إيه؟ معرفش، لابسين مدني عادي تمام. ثواني بلطجية الجيش او الجيش، ما هو الجيش اعلى من البلطجية. اوكي ممكن اكمل بس. فالعيال دول واقفين عند الدبابات تمام، اللي واقف عند الدبابة ما بيتضربش، وهم بيضربوا النار علينا احنا. احنا لمينا 4 رصاصات وديناها لابونا ميخائيل، وقعت في العربية عندنا تمام. فبعد كده الولاد دول كانوا واقفين هناك واشتبكوا مع الجيش، كانوا بيضربوا في الازاز ده بتاع الدبابه، مش عارف احنا مش هدفنا ازاز الدبابه، انت جاي تضربني هضربك انت تمام. بعد كده نزلوا شويه عساكر بعصيان كتير وقعدوا يضربوا، فانا بنفسي بقول للرجاله يا رجاله تعالوا بسرعه اهجموا عليهم، عشان لما يلاقونا كتره ايه مش يعني على الاقل نحمي نفسنا من ايه من العصيان دي اللي بتتضرب علينا بس. فطبعا من ضرب الرصاص وناس اتعورت، ناس خافت، بس في بقى شويه كانوا جايين الدبابه اشتغلت ومشيت صاروخ، مش ممكن يعني لو ميكروباص يبقى ماشي على الخامس او اكتر، ماشيه بطريقه رهيبه. الناس بسرعه اتفرقت، في واحد جه كده راحت الدبابه جات له، جه كده الدبابه بتمشي وراه عايزه تموته هتموته، راحت عدت على الرصيف الشارع الثاني اللي احنا كنا اللي انا كنت واقفه عليه عند العربيه، عدت على الشارع الثاني وراحت مشيت برضو بالسرعه الجنونيه. وكان في من ضمنهم راجل كبير ده زميلنا في مسبيرو، بس مدي ظهره لان يعني هم بيبصوا على الضرب كده، فالدبابه جت كده وراحت هرست الاثنين، ده شفته بعيني. فانا كل اللي عملته ان انا قعدت اصوت والطم واقول له الحقنا يا ابونا، ده بيبصوا علينا بالدبابات، ده مش ممكن يعني، ازاي يا ابونا مش مصدقين، انا مش مصدق ان في انسان عنده قلب يدوس على بني ادم وبالدبابة وإيه يعني. بصيت عليه بالدبابة كده ورجعت، يعني ما كفهاش إنها مشيت كده، لا رجعت بالعجل عليهم تاني علشان خاطر لما كانوش ماتوا يعني تخلص عليهم. طلعت على الرصيف تاني وواحدة تاني ماشت، وبقت 2 3 بقى يروحوا ويجوا على بعضه على الرصيف تمام. دي حاجة. الحاجة التانية إحنا طبعا عدينا بعربيتنا بالعربية بتاعتنا على الرصيف عشان نقدر نهرب. يعني أنا قبل ما أقول لك الهروب، لما الجيش حب في جراج أو حاجة زي كده، اولا هو فعص كتير يعني بس، فخو يعني بيجروا ورانا والناس كلها عايزه تمشي من الخوف من الدبابات. فدخلنا في نفق اسمه جراج قصدي، وطلعنا في ناس بقى بتقول ما شاء الله يعني الشياطين دول سلفيين ايا كان بقى، ولا مسلمين ولا ايا كان، راحوا قالوا ايه لا ارجعوا مفيش طريق من هنا عشان يدبحونا خالص، يعني ما يخلوش حد خالص. فالمهم احنا مشينا من الجراج ده وكنا بندوس على الجثث، احنا دوسنا على الجثث بس دوت. انا ما كنتش بقى مشيت وبص وشفت بعيني الجثث الباقيه علشان العدد ما يزيدش
اترمت في النيل قدام عينينا، اترمت في النيل جثث الشهداء بتوعنا، اترموا في النيل قدام عينينا. بعد كده طبعا احنا كان معانا واحده وبناتها الاثنين وست تانية لابسه اسود، تمام، دي اغمى عليها لو سمحتوا يا جماعه، دي اغمى علينا، تمام، دي اغمى عليها، فدي ما تحملتش الناس اللي هنا شافت معايا اللي ماتوا دول. بعد كده طلعنا على الرصيف، الشباب زقوا العربيه قالوا لي يا ابونا خد البنات وامشي، فطلعنا على كوبري اكتوبر، الدبابه جريت ورانا لدرجه ان ابونا قال لنا طب انبطحوا على العربيه دي وكله يقعد ويداري راسه، ان الدبابه جريت ورانا. لولا ما السواق جه بسرعه كده كانت الدبابه خبطتنا، انا بنفسي انا وابونا مخائيل ومعايا 3 4 حريم ومعايا كام شاب كده. ده اللي حصل. ممكن اوجه كلمه بقى للي بيحصل في الاعلام؟ اولا انا عايز اقول الشرف باشا، ماشي، بتاع رئيس الوزراء، لو مش عارف اقول ايه، لو بيبي صغير عنده 4 5 سنين لسه بيتعلم الكلام، مش هيقول حديث زيك، هيقول حديث اقوى منك. ده اولا يا شرف بيه. وبقول لك احنا مش عايزينك عشان انت اخوانجي، مش عايزينك وتطلع بره لان انت ما ينفعش تبقى مصري. دي حاجه. اقول لسياده المشير حسني مبارك قعد 30 سنه قلبه ما جابوش انه يعمل اللي انت عملته، ومع ذلك يوم ما اتفق معاك على حادثه القديسين اهو اترمى في السجن. فعايز اقول لك يا سياده المشير، لما بتقف تصلي، ان كنت بتصلي بتقول يا رب ازاي، لما بتقف تصلي تفتكر ربنا هيسمعك، ولا بتصلي بتقول زي الشيوخ اللهم جمد الدم في عروقهم؟ يا ريت يقول لنا بيصلي ازاي، عارف بيعرف ربنا ازاي. بس عايز اقول لك مفاجاه حلوه خالص، وعلى لساني ومش لساني، ده على كل قلوب المسيحيين، لان احنا الهنا قوي، الهنا قوي، وانت عملت حاجه فظيعه ما يعملهاش اليهود، فصدقني ربنا هيعاقبك عقاب اصعب من مبارك. مبارك ده بالنسبه لك ملاك. حاجه تاني عايز اقول ايه تاني بالنسبه لسياده اللواء ولا كان معرفش، بالنسبه لسياده المشير عايز اقول له ايه اخبار السيفين اللي على العلم؟ هي مصر اتقلبت السعوديه؟ ما تحلمش بكده لانها عمرها ما هتبقى السعوديه. دي حاجه. وبقول للمؤتمر الصحفي المحترم اللي قال النهارده، جايب لي صور وقعد يقول له وقف هنا يا ابني، وقف هنا يا ابني، على صور هو عايزها، ماشي، بيوقف على صور ايه بعد ايه؟ هو جايب ايه؟ جايب الحاجه بعد ما خلصت خالص، يعني بعد الليله ما خلصت، بعد ما دبحونا الحمد لله، واللي مخه طار واللي عينه طارت واللي مصارينه طلعت، بعد ما دبحونا خالص والدم رمى الشوارع، ماشي، وكسروا اللي كسروه، جايب لك شويه بس عيال في الشارع وبيضربوا، بيقول لك المسيحيين شوف عملوا ايه، شوف الولد دوت على الدبابه، ده دخل جوه الدبابه يا عيني. والعسكري المسكين مش معاه حاجه خالص، عسكري جيش قوات مسلحه في دوله كبيره زي مصر ماشي من غير سلاح، ازاي؟ الله اعلم. الله كويس ان هو لابس هدوم، انا والله خفت عليه. دوت اولا. عايز اقول ده المحترم اللي هو اللي كان عامل مؤتمر صحفي، هو والتاني، اتقوا ربنا. ثواني لو سمحت. وعايز اقول تاني، وعايز اقول بالنسبه لشهداء الجيش، والله صعبوا عليا، مبروك عليهم جهنم ان كان في شهداء، لان هم مش شهداء. اولا فين الجنازه بتاعتهم؟ سيبك من الجنازه، هو انتوا بتدفنوا الناس من غير ما تصلي عليهم؟ دي حاجه. فانا عايز اعرف يا سياده اللواء ويا مشير طنطاوي واسمه ايه ده مش عارف الباز، والشيوخ اللي بتطلع على القنوات وتقول لك المسيحيين قتلوا الجيش، يا ريت يورينا فين الشهداء، وصلوا عليهم ولا احنا نصلي عليهم؟ وشهداء ازاي وهو ضربني بالنار وداس عليا بالدبابه؟ وشهداء 25 مش شهداء، ان كلهم كانوا بيضربوا في بعض، دول بلطجيه. احنا بس الشهداء فقط للمسيح، الشهداء فقط للدين المسيحي، الشهداء فقط اللي رايح يدافع عن دينه، لكن رايح يدافع على الوطن برضه مش شهيد. انتوا كل حاجه عندكم شهاده، ماشي، دي حاجه. واللي بيقول لي ان احنا كفره، انا يشرفني اني اكون كافره بالاسلام،
لان ديني المسيحي بفتخر بيه، لان دين المحبه، دين حبوا اعداءكم، دين بيقول ايه؟ من اخذ بالسيف بالسيف يؤخذ. مش قاتلوا الناس جميعا حتى يشهدوا ان لا اله الا الله محمد رسول الله، او اعدوا ما استطعتم من قوه ترهب عدو الله وعدوكم. اقول لكم فتحوا عقولكم، معلش سامحوني ان انا بقول كده، بس فتحوا عقولكم واعرفوا ان الارهاب مش عندنا، ما عندناش ارهاب، واحنا عندنا محبه، وما فيش حد كان معاه غير الصلبان الخشب ومسكوا طوب من الشوارع. اتقوا ربنا لو انتوا تعرفوا ربنا، بس كده.